لعل من إيجابيات الحراك الشعبي أنه أسهم في رفع الروح الوطنية لدى العراقيين، ومن بين الثمار المهمة التي أثمرتها شجرة التظاهرات إطلاق حملة واسعة لتشجيع الصناعة الوطنية، وهي مبادرة مهمة أسهمت في إعادة الثقة بالمنتج العراقي. أسواق محافظة بابل شهدت انخفاضاً كبيراً في أسعار الخضر والفواكه لمساهمتها في الحملة، حتى باتت في متناول جميع فئات المجتمع وبأرخص الأثمان. هسه السوق رخيص، قبل كان مستورد، والمستورد أكثر مضروب. تعرف هاي الفترة اللي يجي بيها من الحدود لهنا يصير بيه هواي أكو بأمور فاسدة، وهذا شيء أكيد يأثر على المستهلك. الحمد لله والشكر، إحنا نريد من الله من الحكومة بأن تدعم هذه القضية. ليش؟ أولا الزرع رخيص، يعني احنا هسه البرتقال مالنا يعني ب 750 ب 500 نعمة، هو كان يجي المستورد بلف. الزراعة العراقية أثمر، هاي وحدة ورخص. يعني مثلا هسه تجي أبسط شيء البصل ب 500 بربع، هاي كلها البوتيتا رخيصة، كلها الزراعة العراقية. تجي على مثلا التجاري، هذا هسه المنتوج التجاري مو بس غالي، حتى مو ثمير. آخرون طالبوا الحكومة الاهتمام بالفلاح العراقي وتشجيعه على الزراعة. المفروض أن الدولة تنسيق بين الزراعة والحدود، بحيث أن من يظهر المنتوج العراقي يوقفون المنتوج المستورد من كل الدول بصورة عامة ويوحدون السوق. حاليا الشلغم بربع، البصل ب 500، كل السوق نازل. خير من الله، اولا بي فائده وبي ثمره، وهذا اللي يجينا كل خمس ايام ست ايام تعبان، يعني بالحدود تعبان. منتجاتنا الوطنيه ذات جوده عاليه، الا انها تفتقر الى العنايه بمظهرها، فالمشكله اننا ما زلنا بحاجه الى تطوير قدراتنا في عمليات الترويج والتسويق، فالمنتج الوطني يعد في كل الظروف حجر الاساس في بناء اقتصاد دوله مستقله.